والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين، المدن الخضراء. طبعا نحن شوي شوي قاعد نقترب من المدينة، وطبعا ما في مشاكل. طبعا الهدف كله ان نستوي مكان ضخم وايد، وصلنا 63,000 البوبيليشن مالنا. مرحبا في الحلقة الجديدة، طبعا معكم خليل من خليل جيمنج، وسلسلة مستمرة فضل متابعتكم لها. واليوم دور شو؟ اليوم دور عندي دور المطار، يعني داير المزاج اني اسوي المطار، واسوي اكثر من مطار الصراحة. المفروض ابى اسوي مطار هني، وابى اسوي مطار مكان هني، ما اعرف. بس مش سويحان، لازم اغير الاسم، ما بسوي في سويحان انا مطار. سايدر سكوير، لا هذا بنسميه سويحان. وين نسمي بعد اماكن رملية؟ وين عندنا نسميه؟ في وايد اسامي. ليوة مش بالعربي، ليوة. انزين، الناس تي من ليوة لوين؟ لسويحان. فالحين الطيران الداخلي ما يوصل ما بين ليوة وسويحان، بس الحين لازم يكون في مطار عندنا حق ريوة، ومطار حق وين؟ حق سويحان. بس بنبدأ الحين بالمطار كشكل أساسي. المطار والله حلوين المناطق صراحة، جميل جميل المنطاد، أنا عاجبني وايد المنطاد. بسوي شارع أساسي، هذا الشارع راح يكون حوالين المدينة. المدينة تكون ضخمة أصلا بشكل عام، راح تكون ضخمة إجباري. أنا عندي مشكلة ثانية اكتشفتها بسبب سبب لي شوي تأخر للمدينة هاي، بحلها في هالحلقة هاي على فكرة. برويكم شو كانت المشكلة، وأتمنى أنها تحل المشكلة، يعني تحل المشكلة. هاي منطقة سكنية بتكون، بخلي مكان حق ممشى، بسوي ممشى هني. أوكي، أنا عيبت إني صارت الممشى، فلازم أسوي ممشى كل مكان، ممشى وشير. كل منطقة يبغى لها ممشى وشير. يعني هاي المنطقة مثلا ماني بسويها، بنسوي هني ممشى، وهني عندي سكان وايد اصلا. انا مش محتاج اني اعبي المكان بالطريقة خرافية، عماير بدون اشكال بدون شيء. اوكي population، بس المدينة ميتة ما فيها جمالية، ما فيها شيء. شوفوا هني قام يستوي عندنا جمالية للمدينة الصراحة. جمالية هاي تخلي الواحد يبغى يبني غير الخدمات وهالسوالف كلها، يبغى يبنيها ويبني هني مكاتب. بتركه من البداية مكاتب، لازم عماير ابراج عنده اذا بنبني شيء. عندنا هني، وهالمنطقة راح تكون سكنية، والممشى للناس الساكنة. ترى في العادة يعني الممشى الناس اللي تسكن، تبغى تتمشى، تبغى تسوي، تبغى تستانس، تبى تبسط. عندنا التروبيكال هاي بنحطيها اخر شيء، الممشى صوب الممشى، على اساس الناس اللي جايه من هني ولا الطرف الثاني تكون شو مستانسه. وعندنا هني الوصله في الشارع، بس عشان الناس توصل لخطوط المشاة. فيري سمبل، انا عندي شير اللي عايبني، عندي كل شيء تقريبا. هاي اكثر الشغلات اللي تشوفونها هني ترى موجوده اصلا، مش انه منزلنها ولا مودات، ف بتحصلونها عندكم، بتحصلونها موجودة. أباها شوي عشوائية، مش نفس هناك. هناك احنا رتبناها صح، هني لا، هني ممشى عشوائي شوي، يعني مش خطوط مستقيمة. خلنا نسوي شير هني، هذا ورا العماير على اساس الناس تطلع تتمشى، تطلع تمشي تاخذ درب. انت ساكن هني بتروح دكان ولا وات ايفر، تبى تغير جو، تبى هذا، تبى تمشي. وين صار؟ تبى تمشي الكلب مالك من نهاية العمارة لهذا المكان، شو الحل مالك؟ الحل انك تبى ممشى، فنحط لك ممشى مكان حلو بعد حق اللي بيمشي كلبه برا بيتمشى. بس لو كان فيها كراسي وليتات كان رائع. احاول اسوي شيء كل شيء يكون متوفر عندكم انتو تسوونه، ما نزل شيء 100% ثابت 100% متحرك ويكون صعب عليكم تحصلونه، لا
وشو المدى اللي نقدر نوصله؟ انتوا اذا تبون توصلوا له تقدرون توصلوا له طبعا، كل حد ممكن في ناس تسوي احسن مني، بس انا هاي الطريقه اللي اشوف فيها المدينه، يعني ان الممشى استوى شيء مهم عندي من ضمن المدينه. بصراحه قمت اشوف الممشى شيء مهم. اما المطار يا اصدقائي راح يكون شوي يعني مش صعب، يباله تكتكه لانه بيسويها ازعاج حق منو؟ حق الناس اللي ساكنه هنا. فالمطار شكله راح يكون في المنطقه هاي، احنا بدينا المنطقه هاي لان خلاص لازم توصل مدينه تستوي هني. لحظه حطي عماير never enough people، ما في شيء اسمه ناس كفايه في اللعبه هاي. زين هاي كملناها، انا قلت لكم بحط المطار هني بس غيرت رأيي، بحطيه هنا عند الصناعي حق النويز. انزين الحين احنا عندنا هالشوارع هذا اثنين اربع زيدات من الصناعية لمنو لهني. حلو نمرون فوق منو دايركت اللي يتمشى، اهم شيء ان شاء الله ما حد يطيح على القطار ويجيب العيد يستوي لنا فيلم امريكي. ما نبى المعاناة هذه ان شاء الله، يعني ما متينا المعاناة هاي. لحظة تشوف الكهرباء هني واصلة؟ لا اني ابشل الخط اللي هناك. زين بس اوكي الحين ناس توصلت الكهرباء هني، هي توصلت. ابشل الخط اللي هني اساسا حتى المطار، مو بد الدنيا تظلم يعني الكهرباء العالم بعدين يطلعون بعدين يسوون مشاكل، ما فيها الصراحة. عندهم كهرباء من الصوب الثانية يتنهم خلاص دايركت صوب الشارع. هذه كهرباء فوق خط الخطار وفوق الشارع. عندنا المكان هذا الحين، هذا المكان بيستوي فيه المطار. خلنا نشيل هذا لاني عدلت الخط خلاص. انزين المطار بيضمن وايد شغلات، حوله بيكون خدمات، حوله بيكون مكاتب. ليش نبي مكاتب حول المطار؟ واضح لانه حطي ست لينات من هني تقاطع لين هني، شي واضح. انت ليش تبغى عند المطار خدمات؟ انزين الحين هذا المنطقة الأساسية كمنطقة نتكلم عنها، إن شاء الله يقعد المطار فيها. انزين لا يبالي مساحة شوي أكبر، المطار ياخذ منكم مساحة طيبة، المطار ياخذ مساحة طيبة، مش مشكلة هاي. يعني خلنا نشل الخط هذا الحين ونرد نحطي المطار. اوكي امورها طيبة، بعد شوي يمين. اوكي ليش اي حد بيكون يبغى خدمات عند المطار؟ خدمات عند المطار مهمة. هالشارع بعدين اللي بسوي منطقة هني بعدين بتفاهم معها، الحين خله فاضي حق المطار. خلى منطقة مطارات هاي الحين. المطار بيكون عنده وايد خدمات، محتاج مكاتب، سفريات، تحتاج أماكن الناس تقعد فيها. أنت بتسافر، حد بيسافر يبي يروح قبل بوقت، يبي يسوي شيء في نفس الوقت، ما ينفع نحطيها في نفس المنطقة بالضبط لأنها راح تسبب إزعاج أصلا بشكل عام، راح تسبب إزعاج للناس اللي ساكن، الناس اللي هذا الطيارة نازلة. أنا أتصور حتى إزعاج المطار بيوصل لهم لين وين؟ لين هني الحين المفروض. خلاص المفروض إزعاج كبير. هاي هني كوفي شوبات، وهاي في الشغلات في المباني الصغيرة تكون مش في المباني الكبيرة. بجنب من المطار نفسه أبا مكاتب، كل مشاريع مكاتب. المطار يجيب بزنس، المطار يجيب لنا بزنس، يجيب فلوس. هذا الواقع من الموضوع. هذا بس يتوصل شوي الحين اخلوه. زين بس في نفس الوقت ما نهمله، ما بأهمل المطار واكتشف انه شو سوي لي مشاكل بالنسبة له، ان المطار شيء مهم بالنسبة لي. وفي نفس الوقت ابغى اسوي خدمات شوي زايدة، بحيث انه يكون عندي حديقة، يكون عندي مكان ناس تروح له،
نحطي مثلا شيء مميز، البوتينيكال جاردن هذا، الشيء يكون شكله أجمل من غيره، ولا شوي عنصرية للمقاطع، شوي عنصرية مش وايد. بس شوفوا هذا الحديقة، ولا هذه الحديقة، مش هذا، هذه الحديقة محلاها مقابل المطار، شيء جميل يعني، شيء وايد جميل. وصلت الكهرباء مع الحديقة، هي وصلت، قلت لكم بتوصل أمور طيبة خلاص، حتى هاي كلهم عندهم كهرباء الحين، لأن هذا عنده كهرباء. بس بعد ما أبى المطار بطريقة هاي مكشوف، بعد ما أبى مكشوف بطريقة هاي، لأن هذه الأصغر مش الأكبر. قبل المطار بحط شيء غابة، قبل المطار متخبي ورا غابة، المكان يكون شوي جميل. حتى هذا الشارع زين، احنا حطيت منطقة هني، بحط هاي اللي خلي المنطقة تبني، ما في شي داش في نص البيت، لا كله تمام. ها بس خلنا نشله نزيل ونحطي لنا هني بعد نفس الشي شير، ها شي اضافات تكون جميلة وايد. اروم احطي في نص الممشى شير، في نص المهبط مش الممشى، في نص المهبط، نص المهبط ترى محطة شجر. شوفوا منطقة شوية غابات فيها، في عنا شيء مهم، شيء وايد مهم، اني بهذا نحطي لنا موقف باصات قدام باب المطار، ونوصله في نص المدينة. طبعا اكيد بوصله في مكان شو تعرفون انتو، ما في باص ثاني يوقف. اتصور الناس بيستعملون الباصات حق شغلات ثانية، بما اني وصلته في وايد اماكن، انا معتمد على شيء نفس هذا الصراحة، بيكون ممتاز ان الناس تستعمل نفس ولا الباصات توصل ناس مكان لمكان، لان اخر شيء هذا في وايد نقاط توقف، وايد نقاط توقف فيها. لحظة، هذه انزين، المطار الثاني وين راح يكون؟ هني بين السويحان وشو قلنا وليو صح؟ بس المطار الثاني ما راح يكون از بريتي الصراحة يعني، لانه هني بيكون ست لينات، ناس عشان تروح ترد يبالها شوي شغلانة، شغلة شوي يبالها حقهم، تكون صدق تكسرون خاطر. زين، اذا يبنى المطار نفسه ونجرب حتى قياسه وين هني، لن تضبط ابدا، شكله وايد ازعاج يسوي لهم، انا ما بسوي لهم هالكثر ازعاج. بس مكانه رائع، ازعاج بس مكانه رائع، مكانه جدا رائع ترى، يعني على زاوية المدينة جنب كل شيء. بحطيه انزين، نسوي هالمطار خط مع هالمطار، في السالفة هذا ما فيه له ممر، له ممر هو ما يبى ممر جوي، يقول لي ما يبى، يقول لي ما يبى ممر.
not find path. عجيب. خلنا نوصلها هني ونوصل الطيارة ونشل هذا الباث حق منو الطيارة. بس مرة الطيارة من فوق المدينة مرة يعني ما أصور المفروض تكون هاي المشكلة يعني. ليش نيو لاين بعدها كان ناس فاين باس. اوكي فاز هني. عندنا هني المفروض اروم اسوي داخلي نظريا اروم، لكن بتيك انا موضوع ثاني. المهم المطار شغال ترى حاليا، المطار حاليا شغال، لكن انا تصورت ان اروم اسوي داخليا. انا ما سويت المطار قبل فما علي. انزين استوى عندنا شو مطار. المطار راح يخدم اكثر من اللي موجود حاليا. ها كم واحد شال 200. انزين الحين هذا المطار مالنا جنبه الحديقه. بكتشف لكم هالامور ما علي. ما لعبنا ولا انا لعبته قبل اسبوع. احاول اتذكر الباث مال المطار بس مش مشكلة. الأمور طيبة دام المطار شغال أمورنا طيبة. في طيارات داخل، في 85 واحد يوي المدينة وطلعوا من المدينة وخلصوا وأمورهم زين. الحين نبغى بتاع الموقف تكاسي. أبو موقف تكاسي عند آسف باب المطار. موقفين تكاسي. أنت عند باب مطار في النهاية يعني أفكر يعني شو بيكون موجود عندك. موقف تكاسي أكيد الناس تبى تكاسي. بنحطي بعد تاكسي ديبوت جديد لان اظن اللي عندي ما راح يكفي. اتصور اللي عندي ما راح يكفي المطار. انا اسف يا مبنى بس محتاجين 25 تاكسي قريب المطار. محتاجين عند المطار. تاكسيز ان كيو. انزين شو المطار، شو منظر المطار بدون صفة تكاسي؟ مش مطار صح. لازم يكون في شو، لازم يكون في راس تكاسي حلوه. يطلعون تكاسي بس بي عند المطار اكيد. ودي لو اتحكم فيهم اقول هني برايورتي الاولويه انه يوقف هني حق الناس اللي جايه من يويل الزحمه. يويل الزحمه تعرفون شو يويل الزحمه؟ مكثر الزحمه. نحن بعد ما اشتغلنا على المدينه الجديده مترو، لا تنسون المترو ما اشتغلنا عليه. عندنا بس حركة هني، عندنا حركة في المطار. كم واحد ها 300 شوي الحركة بتزيد. مش القضية الضخمة هي. انا حطيت 2 زيادة هني من ساعة بس ايش السالفة. كم كلهم نيوز 9 out of 10 بيشلون المفروض الوسخ صح. اتمنى انهم يشلون الوسخ يعني ما يلعبونه مع الترتيب مالهم هذا. انزين الناس هني بتتمشى على شو؟ على تلوث. حتى لو سويته يعني شو بيكون؟ انا عندي منطقة بترولية. امنيا هو غلط، امنيا غلط. not enough educated workers. اوكي educated خلاص. بنحطي مدرسة ابتدائية واحدة زيادة بس خلنا نماشي ولا نواكب الوقت اللي نحن فيه. ايوه هذا بيشتري هنا يغطي تغطية طيبة. خلنا نعطيهم شوي ناس متعلمين. تعليم عادي.
في حركة على المطار وما تستوي الزحمة اللي راح تقتلني للحين. إن شاء الله ما تستوي الزحمة اللي تقتلني، ما داني الزحمة اللي في بالي. زين بس بعدني بحط شو موقف وسط قدام شوي، بحط موقف وسط ورا شوي. اوكي خل بساط اكثر توقف ولا الناس تتوزع على اماكن اكثر، بحاول اشوف ان شاء الله يتوزعون على اماكن اكثر عند المطار. زحمة الطريق هاي كلهم واقفين برا ما يستوي، ترى الزحمة مش طيبة ابدا، الزحمة مش طيبة. هتشوف هني هالمدينة، تشوف سويحان، سويحان لا خوف عليها امورها طيبة الحين. انا شوي لابس سويحان لان عندي مدينة جديدة عرفتوا، بس هذا مكان حق منطقة شاطئية بالاحرى جدا جميلة تبون صدق، وايد جميل بتكون. انا كان عندنا خطط عالية يعني، انا عندي مشكلة ثانية بحلها وقت الحلقة خلص بعدين بنكمل الموضوع. كان عندنا مشكلة اللي اكتشفتها ان الهاي واي مال اللي بيروح المدينة هذيك لازم ياخذ كل هالدرب في نص التقاطعات على اساس انه يوصل، فانا ما باهم يوقفون في نص المدينة ويسوي لي زحمة. لا قلت شو بسوي، اسوي الطريقة هاي، قلت بس اسوي وانتم موجودين يعني دامكم موجودين، المررة من تحت المدينة خليه يمر من تحت وين المدينة لين هني، ونطلع الخط بالطريقة هاي وين مكان يكون زين. فالناس شو تسوي، ما تستعمل اللي تبي تروح هني ولا المدينة ولا تستعمل هالشارع اللي ما عندنا هاي واي هنا قريب على فكرة ترى من المنطقة، ف ما باهم يستعملون هذا الشارع، هذا باهم يلفوا يمين، بيبدون يلفوا يمين في وقت عاجل ام عاجل يعني بيستعملون الشارع هذا على الخط. بس الحين اخذت خطين من هالمكان حق منو حق هايل، كان هذا لف من الشارع الثالث. هتشوفوا الزحمة بتخف هنا شوي، لو 10% لو 15% لو 20% الزحمة اللي تخف تسوى، الزحمة اللي تخف تسوى. شوفوا الشاحنات هاي اللي بروحهم بيسوون زحمة هناك، شفتوا الحين خلهم يتزحمون برا اوكي مو مشكلة، بس داخل المدينة عندي ما بغيت، لان الناس تتحرك، ناس تبي تاخذ يوتير، ناس تبي تسوي، ناس تبي تشوف شو قاعد يصير، ناس تباها تاخذ راحتها في الحركة داخل المدينة اكثر من خارج المدينة. بعدين هاي شارع مش مشكلة يعني، اللي ما يفرق انه هاي بيستوي ثلاث خطوط قد يفرق شوي، لكن شوفوا كلهم هنا قاعد يلفون صوب ثاني، بس مش مشكلة. بس انا يعني اهمي ان داخل المدينة ما يستوي زحمة، الناس تطلع من هني دايركت خلاص، نفس كيف رحنا نطلعهم برا على المدينة دايركت على الخط يعني نفس الشيء. هذا بعد ياخذون درب دائري كبير ترى على فكرة، لكن حاليا مشكلة تتوقع الامور بتمشي، لان احنا الحين قبل ما نستعمل حق صناعات داخلية البترول. بس خلاص شوفوا الزحمة كيف تتحول. هاي كلهم كانوا بيدخلون المدينة على فكرة، هاي كلهم اللي يطلعون من هني كانوا بيدخلون المدينة في وقت من الاوقات، بس هني خذوا سيد واحد وخلاص امور طيبة يعني، يوقفون هني ويروحون. لكن الناس اللي كانت هني ها كانوا بيسوون زحمة مش طبيعية على المدينة، فليش وهني يدخلون ترى بكل سلاسة الشارع. شوفوا مكثر السيارات، قلت بس يتعودون على الشارع يبالهم وقت، تحط شارع جديد مو يوم دايركت. اوه هاي كلهم كانوا بيخون داخل وسط المدينة، تخيلوا الحين في النفق الجديد، هذا النفق بيحل مشكلة زحمة لو مهما كان كم بالمية، ترى بالنسبة لي أنا ممتاز، بالنسبة لي ممتاز جدا. المهم هاي كان حلقتنا اليوم المطار، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية. عندنا سيارات يا جماعة، روحوا فكون استعملوا السيارات اللي عندكم، ما تستعملون إلا سيارتين الله يخسكم. نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله، لا تنسون لايك سبسكرايب شير كل الحاجات الحلوة دي إن شاء الله تحت في الحلقة إن شاء الله، نشوفكم على خير.